مرحبا، اليوم بدنا نعمل انا وياكم طريقه تحضير فادج كيك بمكونين فقط. عنا 200 جرام شوكولا خام و300 جرام نسلي. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. حط النسلي بالطنجره، كمان حط الشوكولا، بحركن على الغاز ليدوب الشوكولا. هلا دوبنا الشوكولا. هلا عنا صينية حطيت بقلبها شوية زبدة للزق ورق الزبدة بقلبها. لحط الشوكولا. طريقة جدا سهلة وسريعة، بتاخد بالتحضير حوالي 5 دقايق فقط. مدوا نفس المستوى اكيد. بعملهم بهيدا الشكل. هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعتين. هذا الفادج كيك بعد ما جمد بالبراد منيح. هذا الفادج كيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.